خصنا نعرفوها بالنسبة لانتفاخ البطن خلال شهر رمضان ولا في قاع الأوقات هي السبب ديال هاد الانتفاخ؟ كاينين بزاف الأسباب، ممكن يكون سبب غير لاليمونطاسيون ديالنا ولا التغذية ديالنا، وممكن يكون عندنا مشكل في الميكروبيوت انتستينال اللي هو الجراثيم المعوية ديالنا، ممكن يكون عندنا حساسية ديال الحليب والمشتقات ديالو، ممكن يكون عندنا حساسية من واحد الأنواع تاع السكريات كيتسموا لي فودماب. ولكن كاينين واحد النصائح غذائيه كيداروا في جميع الحالات، اللي هما اول حاجه خاصنا نحيدوا الفواكه والحليب والمشتقات ديالو من وراء الماكله ديريكتومون، نخليوهم كوجبه خفيفه بوحدهم من وراء وجبه الافطار، بين وجبه الافطار ووجبه السحور من الاحسن. ثاني حاجه خاصنا نديروها هي ما ناكلوش المقليات، ما ناكلوش كاع المعجنات واي حاجه كتضرنا في المصران ديالنا، داك هادشي هو اللي غيخلينا نحيدوا الانتفاخ تاع البطن ديالنا.